السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة الأشخاص اللي يحبوا يتكلموا ويعبروا بصوت عالي في تزايد مستمر. كل يوم عندي اتصالات، كل يوم أشخاص من جميع طبقات المجتمع وفي جميع المجالات يحبوا يعبروا ويتكلموا ويقولوا رأيهم بكل صراحة. وأنا كما تعرفوا أي واحد يتصل بي سواء في الفيسبوك سواء على اليوتيوب سواء عن طريق البريد الإلكتروني متاعي أو عن طريق سكايب، ناخذ معه موعد ونحدد الموضوع وينجم يتكلم بكل حرية بدون حدود، لأن الحديث والتعبير هو المرحلة الأولى باش المجتمعات متاعنا تتغير، لأن احنا قاعدين نعيشوا في كذبة كبيرة وفي نفاق كبير. الإرهاب الفكري اللي تعيشه المجتمعات متاعنا هو أكبر بكثير من الإرهاب الجسدي والإرهاب ما يسمى المجتمعي، يعني اللي في المجتمع اللي ميخليكش تعبر وميخليكش تتصرف كيما تحب أنت، يخليك تكون منافق، تقول حاجة وتعمل حاجة وتخبي أفكارك وتخبي أفعالك. وبهذه الوضعية من نجموش نتقدموا ومن نجموش نتغيروا. لهذا لازم نتعلموا احنا كمجتمعات سواء مع أنفسنا باش نكونوا صريحين، ومع اللي حولنا سواء من العائلة أو من الأصدقاء باش نكونوا صريحين، ونكونوا صريحين في المجتمع، لأن المجتمعات الصريحة هي المجتمعات المتحضرة. في هذه الفيديو في الحقيقة حبيت نقول اللي كل إنسان لازم يعبر. كسر حاجز الخوف هو أهم نقطة في المجتمعات بتاعنا. بدون تكسير حاجز الخوف من نجم نعمل شيء. نجم زادة نتكلم غير ما نوري وجوهنا، ولا نتكلم والنجم أنا نبدل صوته، يعني حتى ولو فما هناك خوف نوعا ما على الأقل نكسروه شوية باش الناس تعرف راهو اللي يخموا فيه أشخاص خرين، وباش يعرفوا الوضع اللي عاشته المجتمعات بتاعنا. هناك شابة تحب تتكلم على المؤسسة العسكرية. تعرفوا انتم ان المؤسسة العسكرية ماخذين عليها فكرة على أساس انها وطنية وانها تحمي المواطن وانها غير متسيسة وانها معناتها من اشرف المؤسسات العسكرية بين قوسين في شمال افريقيا او في العالم العربي الاسلامي، وهذا الكل كذب في كذب. ما ننكروش اللي فما حاجات باهية في أي مجال، أي مؤسسة أو أي جهة ديما يكونوا فما حاجات باهية وحاجات خايبة. الحاجات الباهية ما يحتاج نحكي عليها خاطر هذيك هي اللي لازم تكون، أما لازلنا نحط صباع على الحاجات الخايبة باش نجموا نبدلوها وباش نجموا نطوروا مروحنا. في الحقيقة المقابلة مع هذه الشابة اللي هي من داخل المؤسسة العسكرية باش تعمل مقدمة صغيرة، فهمت، في انتظار اني نعمل معاها مقابلة مطولة ونسألها على تفاصيل هذه المؤسسة المجهولة اللي المواطن التونسي ما يعرفهاش. ولهذا اقول ليس في المؤسسة العسكرية فقط، وانما في جميع المجالات اي واحد عنده معلومة باش يحط صبعه على الجرح وعلى المشاكل ينجم يتصل بيا ونعمل معه مقابلة ويتكلم بكل صراحة وبكل حرية وبالأسلوب اللي يحب عليه هو. ما عنديش حدود. حدود في التفكير والتعبير، ليس هناك حدود. كما نقول ونعود نقول، منع الإنسان من الحديث والتعبير لا يمنعه من التفكير. إذن نخليه هالشابة هذه تتكلم وتعبر وتفرخ كما نقوله قلبها كمقدمة، حتى نعمل معها مقابلة مطولة في أقرب وقت ممكن باش نعرف خنار المؤسسة العسكرية. باي أنا عندي تدخل فيما يخص الحديث عن المؤسسة العسكرية ووضعية وزارة الدفاع الوطني.
منطلق معناتها انا بنت لوكيل اعلى في الجيش في جيش البر ولمده 22 سنه، معناتها بنت الجيش وبويا ولد الجيش، معناتها نعرف باش خنار على وضعيه الجيش. هذه وديجا لازم كنت فيديو وحدك ده ديجا كما تحب. لا لازم فيديو وحدك، مش تحكي على الخنار، لازم فيديو وحدك. خنار خنار كما تحب. تحب عطينا توا شويه سيدي كيما نقولوا مقدمه للخنار، باش من بعد نعملوا موعد زد الفيديو وحده. اوكي باش نحكي لك معناتها كيفاش مؤسسه الدفاع الوطني عمرها ما كانت محايده، وراهي متسيسه بالاساس، راهي متسيسه كسوا في عهد بورقيبه والزين، كيفاش كانت معناتها فما ناس تخدم خدمتها معناتها عين للدولة ساهرة على شنية التوجهات السياسية متاع معناتها المخاطب في المؤسسة هذه، ولا عائلاتهم ولا أبنائهم، ومعناتها قبل كانت ضد اليساريين وضد الإخوانجية، وتوا كي شدت النهضة راه تبدل شيء، ولات بالعكس عين ساهرة ضد الجوش وضد البرجابيين وضد الساترة، وسايبوا اللعب معناتها الإخوانجية. وحاجه معناتها انا مش نحكي، جوست نعطيك شنو باش نحكي المره الجايه، باش نحكي لك زاد باش نحكي لك زاد كيفاش فيما يخص معناتها عباره على دوله اخرى فيها معناتها عندها رئيسها وعندها وزرتها وعندها الشعب نتاعها، وفي الشعب تلقى الطبال وتلقى القواد وتلقى معناتها على روحه ساكت ديما على روحه، وتلقى اللي يتكلم ويتقهر ويتلفقوا له برشا تهم وبرشا محاكمات عسكريه معناتها غالطه. وفما حاجه اخرى فيما يخص معناتها الخوار الكبير فيما يخص السرقه، خاصه سرقه الرصاص، سرقه الذخيره، ومعناتها الرصاص معناتها كما يقولوا كل رصاص روح، راهي فما ناس تلفقت لها برشا تهم يخدموا معناتها تلقاه رتبته صغيره وخدمته مثلا مسؤول على ذخيره مستودعات الذخيره، تلقاها تصير عمليه نتاع سرقه، والناس كبيره روس كبيره هي المسؤوله على السرقه هذيك باش تخرج الرصاص والاسلحه وتبيعها لبرا، ويتحاسبوا فيها اللي يعس ويتعدى على روحه ويمشي هو معناتها كما يقولوا احنا في العفس وفي الساقين. حاجه اخرى بخلاف الجيش الوطني معناتها فما دوريات نتاع معناتها خدمه بيرمانونس، فما دوريات نتاع مراقبه حدوديه على الطريق الحدوديه وطريق تهريب معناتها تهريب في الصحراء الصحراويه، ديما يعملوا الدورات هذه مع معناتها متشاركه بين قوات الجيش البر التونسي ومعاهم الديوانه ومعاهم الحرس. وكيفاش بابا يحكي ديما كل ما يخرجوا تلقاهم يشدوا كناترية ويشدوا كذا ويعديهم ويطفيوا الضوء، خاطر باش ياخذوا كسوة بالسلعة نتاعهم ولا باش ياخذوا فلوس، وبخلاف مع هذوما مع الناس البسطاء العادية تسرق، والناس الفوق تسرق وتهرب في السلاح وفي الذخيرة. وحاجة أخرى فما صار دانيال مو بعد صار فما صفقات نتاع سلاح، شريان سلاح، سلاح قديم، سلاح فاسد ما عادش يصلح، وتقبلته الدولة التونسية وتقبلته وشرته بالفلوس، وهو ما عنده حتى فايدة، ما حتى حد ينجم يقول حتى كلمة في الحكاية هذه، خاطر الناس كل تخاف على أرواحها، خاطر أي واحد يتكلم ينفقوا له أبسط حاجة سرقة ويتعدى محاكمة عسكرية وسبعون وهذا كان ما تقتلش معناتها. الحاجة الأخرى زادة لحظة بربي عملت أي معناتها ديما في تونس فرحانين بكلمة مواصلة عسكرية مؤسسة محايدة وهكا يقولوا فيها بفخر، في حين هي ماهيش محايده، هي متسيسه بدرجه اولى. قبل معناتها في عهد بورقيبه والزين فما قواده يخدموا خدمتهم شنو ما خاصه في الاحياء العسكريه، فما شكون تلقاه يفيق الاربع نتاع الصباح بالذمه ويدور على الحي بيت بيت دار دار، علاش؟ باش يشوف شكون الضوء نتاعو يشعل، سي بون الضوء نتاعو يشعل اليوم وغدو وبعد غدو، سي بون هذاك اخوانجي ويصلي. وفما قواده يبعثوهم زاد حتى للجوامع باش يشوفوا شكون من جماعة الجيش يحضروا في الصلاة وشكون اللي يصلي، حتى كان مش خوانجي يتقيد عليه خوانجي. حاجة أخرى يشوفوهم حتى على يسألوهم أصلا يبدو ما كم سي يجروا فيهم يجرجوهم بالحديث مش يعرفوا هما توجهاتهم شنو ما كاسكي بونس معناتها أبروبو لتا ولي بارتي بوليتيك اللي تحكم في تونس. هذاك قبل، وتوا راه ورا العكس. قبل بابا يحكي ديما تصوير الغنوشي وحما وكل هكا مطلوب العدالة مطلوب العدالة، بعد الثورة بالعكس معناتها تلقاهم اللي كانوا مطلوبين العدالة قبل هما توا معناتها يحكموا،
وبالعكس ولو تو يشرشوا شكون ضد الخوانجي وشكون اللي ما يصليش وشكون حكى معناتها قبل كان يقود ضد الخوانجي هذوكم معناتها حرموا من الترقيات، وفما شكون اصلا اجبروهم باش يعملوا احاله على التقاعد معناتها المبكر في سن مبكره في سن 45 سنه، معناتها برشا ماهيش عمرها ما كانت محايده المؤسسه العسكريه. انا هذا اللي يحكي لي فيه بابا وغيره معناتها. وحاجه اخرى، المؤسسة العسكرية معناتها فما هرسلة ممنهجة لتفريغ معناتها المؤسسة العسكرية متقع أول حاجة من الإمكانيات المادية سواء على مستوى الأسلحة والذخيرة، رغم ما نكسبه شيء وما عنا شيء يصلح، والأسلحة اللي عنا راهي معناتها سي بون، فما جينيراسيون معناتها جينيراسيون قديمة قديمة قديمة، الدنيا توا صح تطورت وكذا، احنا ممكن نستعملوا في القديم اللي هو توا كي يشوفوه يبقاو يضحكوا علينا اصلا. يبدا واحد متخصص في الأسلحة يشوف اصلا العتاد عند المؤسسة العسكرية في تونس يبقى يضحك اصلا هذوما شو يعملوا بهم. حاجة أخرى كذلك تفريغ على مستوى معناتها الطاقات العلمية، ما عادش يقبل، قبل كانوا انا بابا مساعد مهندس فلاحي، قبل كانوا تو معناتها قبل كانوا يختاروا حتى في الانتدابات يختاروا ناس تبدا قاريه وعندها باك بلس، تو لا يلقاه باك بلس ماذا به لا ديما الباك ولا باك 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 وتعدى، ماذا بهم ناس ما تخمش ناس ما تفكرش ناس ما عندهاش حتى مستوى علمي او ثقافي. وحاجه اخرى الهرسله هذه راهي بامر معناتها من الدول العظمى اللي تحكم في تونس، احنا مانيش ما وصلناش مرتبة حلفاء للدول العظمى، احنا توا في معناتها خدام، احنا الرعاية عند الدول العظمى هذه راهي بأمر منها. قال شنو توا كي تقيم تونس في حرب توا هاك في حماية حلفاء نتاعها. حاجة أخرى بخلاف صفقات الأسلحة المشبوهة صارت بعد الثورة، فما زاد شو اسمها يا ربي يقولوا لها كيفاش تتقال القواعد، زاد فما قواعد عسكرية معناتها يقولوا ما فماش قواعد أمريكية، أما راهي فما قواعد أمريكية ماهيش معناتها مش تري جراند ماهيش مكشوفة للعلن، هما يقولوا راهي ماهيش قواعد، اما هي قواعد هاوش يقولوا، يقولوا هذيك راهي معناتها مساحات ما يسمى دورات تكوينية معناتها تبادل خبرات خاصة بين الجيش نتاع الولايات المتحدة الأمريكية والجيش التونسي، يجيو ديما قوات من المارينز وكذا يعملوا دورات تبادل هكا بتاع خبرات مع جماعة الجيش. فما مناطق صحراويه وبخلاف صحراويه معناتها مخصصه للاستاجات هذه، اما هي راهي ماهيش مخصصه للاستاجات هذيك، هي القواعد اللي حكيو عليها ديجا صار بوليميك وقالوا ماهيش موجود، اما راهي موجود والناس الكل تعرف اولاد الجيش يعرفوا شيء هذا. معناتها هذه النقاط اللي باش نحكي فيها هكا. وكما نقول راهي المؤسسه العسكريه راهي عباره على دوله كامله فيها اعداء وفيها حلفاء، وفما فما تكتلات اصلا في المؤسسه العسكريه جماعه ضد جماعه، ومنهم مثلا رشيد عمر اللي يقولوا شبيه معناتها كان ينجم ينقذ الثوره وكان ينجم يعمل انقلاب حتى على الغنوش وغيره، وما ينجمش خاطر سامبلمون هو مكروه، مش معناتها مكروه هو كجنرال تونسي راهو مكروه خاطر بس عباد وكمل العباد ودخل عباد حبس واجبر عباد باش تعمل او اجبر عباد انها تعمل تخرج على حال معناتها التقاعد المبكر. رشيد عمر معناتها مثال لبرشا جنرالات توانسه، كل واحد فساد بالطبيعه وكل واحد عنده حلفاء نتاعو وعنده قواته وعنده كيفاش يقولوا فيها معناتها العصا اللي استعملها باش يفرض روحه. وحاجه اخرى فما زاد فما جهويه زاد راه في مخص معناتها الترقيات في السلم معناتها الوظيفي، فما جهويه اش معناتها الجنرالات اللي حكمت في تونس الكل وحكمت في الجيش التونسي السواحليه عمره ما كان واحد من الوسط او من الجنوب جامع وتلقى عندهم نفس الامكانيات ونفس كذا، اما هذاك يتعدى يولي جنرال ويولي مثلا كما نقولوا امر فوج او كيفاش يقولوا فيها معناتها نسيتها يا ربي معناتها الرتبه بالضبط امر فوج والا امر معناتها نتاع جزرنا كامله، راهم ما يتسمى راهم هذوما تهبط تسميات مسقطه كما هي وعينك قبلت ما عينكش اخرج كما هكا وكلهم سواحلية. شكرا شكرا على هذه الشهادة. ونقول للجماعة الكل معناتها تكلموا عبروا، راهي البلاد ماشية في هاوية، هذه أشياء ما يعرفهاش الشعب التونسي، الشعب التونسي لازم يفيق، الشعب التونسي لازم يحل عينيه، راهي البلاد تباعت وتشرات، فهمت؟ راهي البلاد مشات، فهمت؟
إذا لازمكم تتكلموا ولازمكم تقفوا في وجه هذا التيار، راهي تونس ماشية نحو الانحدار. ومع فيديو قادم، وأي إنسان عنده معلومة ولا عنده فكرة مرحبا به باش يتصل بي على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب باش نسجلوا فيديو حول الفضايح اللي موجودة في تونس. وشكر كل من يعبر بكل صراحة على الوضع اللي موجود في تونس اللي هو ماشي نحو الأكثر. وبسلامة.